دعت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي الحكومة إلى وضع خطط وبدائل اقتصادية لتدارك أزمة انخفاض أسعار النفط. وقالت التميمي إن البلد يمر بأزمة مالية صعبة جدا نتيجة لانخفاض أسعار النفط والاعتماد الكلي على إيراداته المالية، مضيفة أن العراق لن يصل إلى هذه الحالة بشكل مفاجئ، وإنما هناك تراكمات ومشاكل في القطاع الاقتصادي أوصلت البلد إلى حالة التقشف والمخاوف من المساس برواتب الشعب. طالب مجلس محافظة بابل الحكومة التنفيذية بمنع دخول لحوم الدواجن والبيض المنتج في إقليم كردستان إلى المحافظة. وقال عضو مجلس بابل علي جاسم السلطاني إن الأسباب التي تقف وراء هذا الطلب عديدة، منها منافسة هذه المنتجات لمثيلاتها المنتجة في محافظة بابل، مما يعرض الزراعة والمنتوج المحلي إلى الخسائر وبالتالي فقدان فرص عمل من الممكن أن تستوعب اليد العاملة في المحافظة، فضلا عن أن مشاريع أقليم كردستان معظمها تدار بأموال وخبرات أجنبية، وبالتالي فإن موقف الحكومة المحلية من مقاطعة البضائع الأجنبية يصبح بلا هدف. اعتصم العشرات من موظفي شركة المشروبات الغازية في كربلاء أمام مقر الشركة احتجاجا على نهج الشركة الجديد بعد قيام الشركة أو شركة تركية باستثمارها. وطالب المعتصمون من الحكومة بالتدخل وبشكل فعال يضم أو يضمن وجودهم الدائم في الشركة، وذلك من خلال تأمين عقود للموظفين للحفاظ على حقوقهم بعدما دفعت الشركة بتحويل عقودهم إلى أجور يومية، ما يخالف شروط العقد المبرم بين الشركة والموظفين. شركة الواح العراقية اللي اجت تركيا استثمرت بيها، احنا صار لنا اكثر من 7 سنين، القديم يعني جديد بنا صار له 7 سنين، والحمد لله هسه اجتنا بنهاية الشهر توقيع عقود مال شهر واحد، ورا ما هذا الشهر اجور يومية. المشكلة الرئيسية انه كانت على العقود، ما عندهم عقود. من واجبات العامل، واجبات الشركة وحق العامل اولا أن يضمن بالعمل والشؤون الاجتماعية، لازم يضمن العامل، لأن هذا بعدة تعرضات، لأن الضمان يعني تقاعدة. والثاني عقد لازم يطيب الشركة، مو أنا ما جايك أجر يومي، أنا صار لي سنة وسبع سنوات سنة شنو أجر يومي سنة. فكانت مشكلتنا الرئيسية اليوم على العقد. بيها 560 عامل، هسه أصبحنا 160 عامل، هاي كلها طلعوها برا. الهدف منها هذا لخلق البطالة بداخل البلد. والله أنا عامل صار لي 12 سنة بهاي الشركة، وإجوني قال لي عقدك منتهي، وانا العام بطلوني وقوي يعني رجعت، واحنا كل سنة احنا نعاني من هاي الشغلة. هبطت اسعار النفط نحو 3% بفعل مخاوف في شأن توقعات الطلب وزيادة المعروض من الخام، في وقت تلاشت الأمال بالتوصل إلى اتفاق بين أوبك وروسيا في شأن خفض الإنتاج. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلده منفتح على مزيد من التعاون في سوق النفط مع الدول من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وخارجها. هذا وهبط سعر خام برنت تسليم نيسان 33 دولارا للبرميل، ما يعادل 4.9% عند التسوية في الجلسة السابقة. وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط 89 سنتا ليبلغ 30 دولارا للبرميل، بعدما خسر 5.9% في الجلسة السابقة. في خبرنا الأخير، أعلن اتحاد شركات الذهب الصينية أن الصين أنتجت 450 طنا من الذهب في عام 2015 بانخفاض قدره 0.39% قبل عامين. وكانت أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوى في 3 أشهر أثناء التعاملات الآسيوية، بعد أن دفعت بيانات ضعيفة تبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ما دفع المستثمرين للتحول إلى شراء الأصول الآمنة. واستفاد المعدن الأصفر أيضا من تزايد التقلبات في أسواق الأصول الأخرى بتسجيله مزيدا من المكاسب، مع احتمال أن تضطر البنوك المركزية حول العالم إلى تحفيز النمو.